أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر وقارة الصحف، جملة من الموضوعات والقضايا التي تناولتها صحافتنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء. موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية، والبداية من فقرة منشيت، ولكن سوف نكون مع أبرز العناوين الرئيسية لكن بعد هذا الفاصل. البداية من صحيفة البعث التي تحدثت في عدة مواضيع كان أبرزها: بمشاركة سورية انطلاق فعاليات مهرجان الشباب العالمي في منطقة سيروس الروسية، اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية، وزير حماية المستهلك من حلب يؤكد على توافر السلع في الأسواق وتعزيز المبادرات الخيرية. واهتمت صحيفة تشرين بعدة مواضيع كان أبرزها: الجيش يسقط 7 طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب والرقة، سوريا تدين جريمة الاحتلال في غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف مجازره في القطاع، وزير النفط يطلب الإسراع في تعزيز الإجراءات الوقائية في غاز سنجوان ويدعو إلى تعزيز الإنتاج وتحسين جودة منتجات المؤسسة العامة للجيولوجيا. بدورها صحيفة الوطن السورية اهتمت بعدة مواضيع كان أبرزها: شهداء الإبادة تجاوزوا 30,000، مجزرة جديدة بحق مدني المساعدات، وأمريكا تلجأ لإسقاطها جوا، هدنة رمضان على نار التحركات السياسية، وأنباء عن اتفاق على الخطوط العريضة، اللجنة الاقتصادية توافق على مقترحات لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية السورية، وزير الزراعة للوطن: قدمنا للحكومة 8 اقتراحات وافقت على 6 منها، مصدر في الكهرباء للوطن: الأسبوع المقبل تحسن في الفيول وانتهاء من الصيانة، الكهرباء ستكون أفضل نسبيا في رمضان. ونبقى مع فقرة رأي الصحف والمقال الذي كتبه الصحفي راغب العطية في جريدة الثورة تحت عنوان: اليوم التالي لنا وليس للاحتلال. فتقول الصحيفة: بالرغم من كل الإجرام والتدمير الذي ارتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة خلال حربه العدوانية والمتواصلة منذ 130 يوما، والتي حول فيها مدن كامنة وبلدات وقرى إلى ركام أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يرف له جفن لبشاعة الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال، ورغم كل الدعم الأمريكي والغربي لهذه الجريمة، بقي اليوم التالي للحرب المعضلة التي تقض مضجع الكيان الصهيوني وحكامه بعدما أن انكشف وهنه وضعفه أمام بطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة. ويتابع الصحفي راغب العطية مقالته بالقول: لعل ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية حول المبادئ التي وضعها نتنياهو لليوم التالي للحرب تؤكد على المأزق الذي يعيشه كيان الاحتلال بعد عجزه طوال أكثر من 4.5 أشهر من عدوانه الوحشي على الفلسطينيين من تحقيق أي هدف من أهدافه المعلنة. وفي مقدمتها تحرير الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ويختم الصحفي راغب العطية مقالته بالقول: في ظل عجز المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية بفرض وقف إطلاق نار إنساني في غزة بسبب التعنت الأمريكي واستخدام واشنطن للفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد أي مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي الذي ارتكب الآلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وآلاف مجازر الإبادة الجماعية، في ظل كل ذلك لن يقرر المحتل المجرم اليوم التالي، بل من يقرره أصحاب الأرض والتاريخ، وسيكون هذا اليوم لأصحاب الحق دون غيرهم. الاحتلال مصيره الزوال، طال الزمن أم قصر.
الحلقة مع فقرة تحقيقات وقضايا، والمقال الذي كتبه الصحفي بشير فرزان في جريدة البعث والتي حملت عنوان استراتيجية التنمية الريفية تركيز على سلاسل القيمة المضافة لدعم المنتج واعتماد ماركة ريفية لمنتجات الأسر. فتقول الصحيفة: تشكل التنمية الريفية أولى اهتمامات وزارة الزراعة، كانت أحد أهم المحاور الرئيسية في ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقيم في عام 2021، وانبثق عنه 5 برامج رئيسية تتركز حول تحديث البيئة التنظيمية للتنمية الريفية، هي بناء النموذج التنموي وإحداث المرصد الوطني للتنمية الريفية وقياس التحضر وصندوق دعم وتمويل التنمية الريفية وتطوير سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الريفية، وأخيرا بناء استراتيجية تنمية المرأة الريفية والتي تفرع عنها مشاريع تمت ترجمتها إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. الوقوف أكثر مشاهدين على استراتيجية التنمية الريفية، يسرنا أن يكون معنا عبر الهواء مباشرة المهندسة رباب وردة، رئيس دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية. يعطيك العافية أستاذ رباب. أهلا، يسعد أوقاتك بكل خير، وأستاذ المشاهدين والمستمعين يسعد أوقاتكم. يخلينا ياك أستاذ رباب. يعني بداية، أطلقت وزارة الزراعة دليل التنمية الريفية المتكامل. نعم. ليكون منهج عمل لتعميم برنامج القرى التنموية على كافة المحافظات. لو نحكي عن أهمية هذا المشروع بداية، وعن الهدف والجدوى منه اقتصاديا واجتماعيا، وما هي التقديمات أو الخدمات المقدمة للمستفيدين؟ نعم، حقيقة بعد انعقاد الملتقى الاجتماعي القطاع الزراعي، انبثق عنه في محور التنمية الريفية دليل التنمية الريفية للقرى التنموية، حيث يهدف إلى بناء نموذج للقرية التنموية، وانطلقت من مبادرة معا نبني حلما في قرية قطرة الريحان في الغاط، حيث هدفت من الوزارة العمل على تشكيل نموذج لكل قرية، بحيث أنه تعمل على الصعيد الزراعي، الصعيد الخدمي البنيوي، بحيث تعمل على تحسين واقع هذه القرية اجتماعيا واقتصاديا وخدميا للانتقال بحال القرية وحال المجتمع الريفي بالقرية من جيد إلى أجود، وبالتالي بمشاركة المجتمع المحلي. هاي الاستراتيجية بتقوم على عن طريق عقد لقاءات جماهيرية في القرية المستهدفة، انتخاب لجنة مجتمع محلي، ووضع خطة تنمية القرية بالمشاركة مع المجتمع المحلي مع اللجنة. شوفي عندهم مشاكل على المستوى القطاع الزراعي، مستوى القطاع الخدمي، ووضع صياغة الأهداف ووضع آلية العمل والمقترحات وفق ما يراه المجتمع المحلي. أنه أنا عندي مشكلة بقطاع معين، كيف أنا كمجتمع محلي بدي إياها تنحل، وبالتالي نحن من صيغة ومنرفعها لمشرف على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارات المحلية لتحقيق الهدف بالانتقال من واقع القرية إلى من واقع خدمي واقع زراعي إلى واقع جيد، وبالتالي نبني قرية نموذجية منحسن واقع الأسر الريفية بشكل مستدام وبمشاركة المجتمع المحلي والمبادرات المحلية والوزارات المعنية. فكانت الانطلاقة الأولى بقطرة الريحان، وفي هذا العام أطلقت الوزارة 22 قرية تنموية للعمل عليها. نحن الآن في محافظة اللاذقية نعمل على خلال هذا العام سنعمل على قريتين في 7 سنة، ولكن بالتوازي نحن نقوم بعقد اللقاءات الجماهيرية في كل القرى واعتماد على مستوى كل وحدة إرشادية قرية نموذجية للعمل فيها، لتعمم خلال من لعام 2030 لتعمم الفكرة بإذن الله على كافة القرى بكل مجال عمل وحدة إرشادية. نحن اليوم كان عندنا هلا اجتماع لقاء جماهيري في قريه بياد الدرع التابعه للوحده الارشاديه ببسة، وبالاضافه نحن نقوم بمتابعه كافه اللقاءات الجماهيريه وانتخاب اللجان المحليه بهدف تحسين الواقع. طبعا تحسين هي هو كان مبادره معا نبني حلما،
وبالإضافة إلى ذلك أنه نحن من خلال الدخول إلى القرية نحن بدنا على مستوى القطاع الزراعي تحسين واقع الأسر. كيف؟ عن طريق الاهتمام بسلاسل القيمة، يعني بالمنتج من الزراعة وحتى الانتهاء بالمنتج النهائي، عن طريق وحدات التصنيع الإنتاج. نحن عندنا بالمحافظة 4 وحدات تصنيع، وإن شاء الله نحن بنأمل إن شاء الله التجربة على كامل المحافظة والريفة، بحيث لأنه نحن قرانا غنية بالمورد البشري وغني بالمورد المادي والزراعي، لازم نعطيه قيمة مضافة عن طريق إعطائه الماركة، عن طريق إعطائه التصنيع، عن طريق إعطائه التوضيب، عن التدريب للأسر الريفية الموجودة في القرى. وهون يا سافوني السؤال أستاذي رباب، يعني هل من خطط طموحة لتعديل استراتيجية الريف والأسر الريفية، وما الهدف من إقامة ندوات تعريفية؟ بناء القرى التنموية والقرى النموذجية هو كثير مهم، حيث يعمل على هذا النموذج الاستراتيجية بالوزارة، أنه نحن لما ندخل على قرية خلال 3 سنوات نحن نساعد المجتمع الريفي على القيام على والعمل على المشاريع التنموية، وبالتالي والاستمرارية فيها وتسليم المجتمع المحلي إدارة نفسه بنفسه. يعني نحن في هي مبادرة استراتيجية الوزارة أنه إشراك المجتمع المحلي وقيامه بدوره التنموي الفعال. صحيح. عن طريق إشراف وزارة الزراعة. صحيح. لازم يعني كل القرى أنه المجتمع المحلي هو يعتمد على نفسه في بناء، ونحن بحاجة إلنا في البداية إلى إشراف إلى دعم، ولكن بالنهاية نحن لازم نأهل المجتمع المحلي أنه هو يقوم بعملية التنمية ويشرف عليها ويخليها بشكل دائم ومستدام. صحيح. هلأ لو نحكي عن مشروع دعم الزراعة الأسرية أستاذي رباب، يعني آلية التمكين بهذا المشروع شو هي؟ الزراعة الأسرية؟ هو الزراعة الأسرية قلنا انطلق المشروع بين عامين 2018 و2021، كان هو عبارة عن تمكين الأسر الريفية من زراعة الحديقة المنزلية لتأمين الاحتياج الغذائي الكافي لكل أسرة ريفية. كنا نقدم عن طريق الدعم الحكومي مجانا لكل أسرة شبكة ري بالتنقيط، مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى سلة بزار صيفية وشتوية. قدمنا 10585 منحة لكل الأسر في ريف محافظة اللاذقية من عام 2018 ل2021. هلا المشروع أيضا العام الماضي قدمنا بالتعاون مع إكسان 1200 سلة أيضا تتضمن بزار ومرش زهري وشبكات ريب التنقيط ل1200 أسرة من الأسر المتضررة بالزلزال ضمن منحة التعافي. ونعمل دائما بالتعاون مع المنظمات على تقديم سبل الإنتاج فيما يخص الزراعة الأسرية، ونتمنى الدعم دائم من قبل الحكومة لهذا المشروع لأنه كثير مهم بتأمين الاحتياجات الغذائية لكل أسرة خاصة بعد الغلاء ولها، فبالتالي كثير بتساعد الأسر في الريف على تأمين الخضار وللأسرة وحاجاتها الغذائية، والفائد ممكن بالتصنيع الغذائي وحدات التصنيع بالبيع المباشر، فيعد يدر دخل عليهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. هلا لو نحكي عن مشاريع التمويل الريفي مع المصارف العامة والخاصة وأهميته في تمويل مشاريع متناهية الصغر أستاذ رباب. حقيقة كثير مهم التمويل الحكومي وتبسيط الإجراءات للحصول الأسرة الريفية على القرض خاصة في الريف. هلا نحن في وزارة الزراعة عن بالسيد الوزير ومديرية التنمية بالإضافة للمعنيين عم يعملوا دليل تمويل الريفي، ولكن نحن عم نشتغل بالتعاون مع المصرف على قروض متناهية الصغر 5 مليون للسيدات الريفيات يتم أخذها عن طريق المصرف الزراعي 5 مليون بقيمة، يعني أي سيدة عندها هيك مشروع بإمكانها تحصل على هيدا القرض؟ نعم، تجي تراجعنا ونحن من مولى عن طريق المصرف الزراعي. في شروط معينة لازم تكون يعني موجودة؟ لازم تكون سيدة بين عمر 18 ل60 مقيمة في القرية غير موظفة قادرة على العمل عند مكان لوضع الآلات فيه. يعني هاي أهم الشروط. حلو.
ونحن كمان يعني حتى نحن بالتمويل الريفي نحن نطمح انه يكون دعم اوسع وتتشارك معنا المصارف العامه والخاصه وتبسيط يعني تبسيط الاجراءات قدر الامكان على السيدات الريفيات والاسر الريفيه للتمكين تمويل اكثر عدد ممكن منهم. كلام جميل، يعني مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك فعلا نساء سوريات مبدعات بهيدا المجال، يعني ولمسنا على أرض الواقع يعني كيفية متابعة دائرة المرأة الريفية لهيدا الإبداع ولهيدي المشغولات اللي عم تنطرح على أرض الواقع وعم تشكل لهم حافز ومدخول معنوي ومادي واستقلال ذاتي لهدول السيدات. بنشكر كل القائمين أستاذي رباب على نجاح المجتمع المحلي بإدارتكم أنتم بكل الجهات المعنية لإنعاش هيدا المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ان شاء الله. نشكر مداخلتك معنا عبر الهواء مباشره للاستاذ والمهندس رباب وردي رئيس دائره التنميه الريفيه في مديريه زراعه اللاذقيه. شكرا جزيلا لك لمتابعتكم الدائمه والحثيثة، وان شاء الله دائما بنحقق الافضل لبلدنا ولوطننا ان شاء الله لانه بيستحق الجميع. ونبقى مع فقرة الزوايا وأعمدة والمقال الذي كتبه الصحفي نعمان برهوم في جريدة الثورة تحت عنوان تبديل الأسعار الكيفي. فتقول الصحيفة: تشهد أسواق الألبسة ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالمقارنة بالقوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما من أصحاب الدخل المحدود وصغار الكسبة، لدرجة بات شراء الجاكيت الرجالي أو النسائي يحتاج إلى راتب شهرين للقطعة الواحدة، وهذا ينسحب على ألبسة الأطفال مرورا بأسعار ما يعرف في بيجامات الرياضة التي تجاوزت أسعارها عتبة نصف مليون للمنتج الوطني. ويتابع الصحفي نعمان برهوم مقالته بالقول: لعل الغريب هو أن عملية التسعير الرسمية التي تحدد لكل قطعة من الألبسة تعتبر لدى محال بيع الألبسة هي الحد الأدنى. يرتفع سعر القطعة بشكل تدريجي مع كل ارتفاع بسعر الصرف ليشمل جميع الألبسة المخزنة والمنتجة سابقا، ولا يتم البيع وفقا للتسعيرة المحددة وقت عرض البضائع حين إنتاجها. ويختم الصحفي نعمان برهوم مقالته بالقول: بكل أسف كل شيء ثابت على ما هو عليه إلا التعرفة التي يتم استبدالها بأخرى على القطع المعروضة خلافا للأنظمة والقوانين. هنا نؤكد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تشدد في عملية المراقبة وإلزام الباعة بالسعر المحدد في أثناء طرح البضائع ومنع رفع أسعار تلك البضائع وتبديل التعرفة، ولا سيما أن التكاليف وهامش الربح ملحوظ أثناء عملية التسعير. ونبقى مع فقرة ملفات اجتماعية ومع جريدة الثورة وما كتبه الصحفي حسين صقر في صفحة المجتمع تحت عنوان الثناء مسؤولية ودافع لتقديم المزيد. فتقول الصحيفة: لا شكر على واجب، عبارة نرددها دائما بعفوية مطلقة، لكن إذا تمعنا بها نرى أن الشكر موصول بالواجب ولا ينفصل عنه. كل شخص يبدأ بنفسه وبذاته، وبالتأكيد سوف يرتقي المجتمع ويصبح أفضل، فتقديم الشكر لمن يقدمون لنا خدماتهم واجب وضرورة، لأن ذلك يحفزنا على تقديم المزيد لهؤلاء والتضحية من أجلهم مهما بلغ الثمن ومهما كان الألم أو التعب، فالشكر والثناء يعتبر من أكثر الأشياء التي يحتاج لها الشخص في بعض الأحيان، لأن ذلك يعطيه طاقة قوية ويرفع روحه المعنوية، فبعض العبارات البسيطة سوف تكون كفيلة لعمل المعجزات دون أي مشقة تذكر.
وأخيرا مشاهدينا نبقى مع فقرة الأخبار المحلية، وسوف نكون مع ثلاثة من الأخبار المحلية، والبداية من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. ذكر المهندس نجم الدين الحسن مدير عام شركة غزل جبلة أن قيمة مبيعات الشركة من الغزول القطنية خلال شهر كانون الثاني الماضي وصلت إلى 2 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يعادل 23% من الخطة الموضوعة لبيع تلك المادة خلال الشهر المذكور، والبالغة قيمتها 8 مليارات ليرة سورية. ونبقى مع صحيفة الفداء الصادرة في حماة. أشار مدير المصالح العقارية بحماة المهندس ريمون نجار إلى مديرية المصالح العقارية بحماة أدخلت 44 منطقة عقارية ضمن خدمات الحصول على القيد العقاري المؤتمت، وأنه تمت أتمتة بيانات نحو 58 ألف عقار في مختلف مناطق المحافظة. ونبقى مع صحيفة العروبة الصادرة في حمص. ذكر مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حمص المهندس نارد صالح أن العمل مستمر بمنح إجازات وموافقات الاستيراد للقطاعين العام والخاص. أوضح أنه تم منح 1052 إجازة وموافقة استيراد. ونبقى مع صحيفة الجماهير الصادرة في حلب. ذكر مدير الاقتصاد أوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن محافظة حلب تعتبر من المحافظات المتميزة زراعيا في إنتاج الخضار الباكورية تحت الأنفاق المنخفضة، لافتا أن المساحات المزروعة منها بلغت حوالي 1500 هكتار من كافة أصناف الخضار الصيفية وخاصة الخيار والكوسة. وبهذه الفقرة مشاهدينا الأكارم من أخبارنا المحلية وصلنا إلى ختام برنامجكم المباشر. وقالت الصحف دمتم ودامت سوريا بألف خير، بأمان الله.